الاحتفال بالعامل اليمني وتكريمه لفتة طيبة وحافز هام لحشد الهمم وتحقيق مسيرة البناء والعمل التنموي الذي يلعب فيه العامل دورا هاما وبارزا، وهو تقليد رائع يمثل رؤية صادقة عن مكانة العمل ودوره في الحياة الاجتماعية والإنمائية. إلا أن العمال اليمنيون احتفلوا وسط ظروف عمل صعبة وتناقص في فرص العمل ناهيكم عن ارتفاع في معدل البطالة. هكذا بدأوا صباحاتهم بانتظار فرصة عمل قد يسد مقابلها المادي رمق جوعهم، بينما نفر منهم على الطرف الآخر في احتفائية كبيرة لتكريم عمال لا يقلون ظروفا عن زملائهم على الأرصفة، يتطلعون للتقدير ولو بورقة تدعى شهادة. عديد العامل اليمني مع الأسف الشديد حقوقه متدنية جدا جدا جدا، ويعطي كثير ولكن لا يحصل إلا على القليل والقليل والقليل، يعني اللي هو لا يساوي شيء. أطالب حقيقة من الحكومة الوفاء، من الرئاسة، من القطاع الخاص، من القطاع العام، من كل المهتمين حقيقة أن يرعوا اليد العاملة. الاستياء يعم عددا كبيرا من العمال بسبب ما يصفونه واقعا اجتماعيا شديد الإلام بسبب تراجع الأعمال وتدني الأجور، والأسوأ من ذلك شكواهم الدائمة من ظلم الحقوق المادية والمهنية وانعدام التأمين الصحي واهتضام التأمين التقاعدي عبر وقفات احتجاجية نفذها أصحابها من العاملين في مختلف المؤسسات الحكومية. يمثل تهنئة لجميع عمال اليمن بشكل عام، وهذه ما هي إلا نخبة بسيطة يعني تمثل زملائهم في الحقل الموجودين في على مستوى أنحاء الجمهورية كاملة. وبالرغم من حجم المعاناة الاقتصادية التي يعيشها عمال اليمن، إلا أنهم استقبلوا هذه المناسبة العالمية بفرح وابتهاج، مجددين إقبالهم على العمل من أجل بناء وتنمية الوطن، ومطالبين حكومة الوفاق بسرعة تحسين وضعهم من خلال الاهتمام بالعمالة في كافة القطاعات. كنت أتمنى إطلاق العلاوة السنوية والمراحل المتأخرة من الأجور وتثبيت المتعاقدين، وهذا حق واستحقاق قانوني لجميع العاملين. عيد العمال العالمي يحمل في مضمونه العديد من المعاني والدلالات التي لا تنتهي عند تكريم أو إجازة، بل تتعداها إلى كونه محطة هامة للوقوف أمامها لتقييم وتحليل نتائج ومستوى أداء العاملين في جميع المرافق. خالد الصايدي، اليمن اليوم، صنعاء.